حرام انه بنادم يوصل لدرجه انه يبدا يسعى باش يشري الدواء او باش يمشي للسبيطار. تصوري تعاضديه كيمشيو يطلبوا، واش سيدنا خاصو يتدخل في كل شيء؟ عملت عمليه على القلب مفتوح، يعني كان يمكن ما نختاروش هذا الميدان من الاصل. كنخمم في شي حد بحال سي محمد الخلفي مثلا وكيتقطع لي عقلي، مع ان وزاره الثقافه ما كنفهمش هذا الصالح. تكون فاطمه خير ولا يكونوا 300 فاطمه خير في البرلمان، شنو النتيجه؟ الدور ديالي دور ديال الحاج بن سالم. الحاج بن سالم واحد السيد لاباس عليه، أرمل، عاش مدة ديال 10 سنوات وهو غير متزوج، ما عندوش أولاد من الزوجة ديالو الأولى، عايش هو وأخته ورجلها وولادها في نفس المكان. كانت بنا واحد جوج ديال الأطفال، ولاد واحد صديق عزيز على قلبه توفى وخلى زوج ديال الأطفال ولد وبنت، وتكفل بهم هاد الحاج بن سالم، رباهم بطبيعة الحال وقراهم ووصلهم. وواحد نهار كيعمل واحد الحديثة تساير، كيصدم واحد الشابة يلا فقدت الزوج ديالها، وكيتفاجأ لأنه هذيك الشابة هذيك السيدة كترفض التعويض وكتعترف على أنه هي اللي غلطة ماشي هو، هي اللي تسبت في الحادثة. وبطبيعة الحال ككل بطلات الأفلام والمسلسلات، يعني شابة جميلة ويلا فقدت الزوج ديالها وهو غير متزوج إلى آخره، فيقع ما يقع. أولا كنحمد الله وكنشكره لأنه لولا حب الناس ما غنكونوا شي حنا، فاحنا بوجودهم باش حنا كاينين. ثانيا حنا كممثلين ما كنتحكموش في مسارنا، لأنه كتبقى الاختيارات للمخرجين، المخرجين وبطبيعة الحال من وراءهم المنتجين، فاحنا ما كنملكوش اختياراتنا، فكيوقع علينا الاختيار. تيقولوا يمكن في هذا الدور يكون فلان أو يكون فلان أو يكون فلان، فإذن احنا كممثلين احنا عاجين في يد المخرج. الحالة اللي كيعيشوها الرواد حالة مزرية جدا. كان نبغي المشاهد يعرف على أنه هاد الناس أولا اشتغلوا في ظروف صعيبة، وفي ظروف اللي ما كانتش الإمكانيات المتوفرة حاليا ما كانتش موجودة باش يديروا مكانتهم ويديروا اسمهم في الميدان، واشتغلوا في ظروف اللي ما كانش عندهم شي مدخول قار اللي يمكن مثلا يوفروا منه أو يبنوا منه حياتهم أو يشوفوا منه المستقبل كيف غادي يكون. ما عندهمش شي سند من الدولة، ما كاينش شي صندوق ديال التقاعد أو شي حاجة اللي يمكن، فبطبيعة الحال من حد بنادم كيزيد في السن هو كيضعف والقدرة كتقل، إلا القلة القليلة اللي حن عليها الله كيلقوا رؤوسهم في ظروف صعبة جدا اللي كتوصل للاستجداء. أخيرا كنسمعوا الحالة ديال نور الدين بكر مثلا، حرام أنه بنادم يوصل لهذا، حرام انه بنادم يوصل لدرجه انه يبدا يسعى باش يشري الدواء او باش يمشي للسبيطار. او الناس في التعاضديه ديال الفنانين كيستجديو الوزارات يعطيهم منح باش يمكن يداويو الفنانه مرضى. تصوري تعاضديه كيمشيو يطلبوا
مثلا المركز السينمائي او الاذاعه والتلفزيون او الوزاره الاولى او وزاره الثقافه باش يعطيهم واحد جوج دريال باش يخلصوا الدواء ديال الفنانه. واش سيدنا خاصو يتدخل في كل شيء؟ ما فهمتش. واش وقت ما مرض شي فنان خاصنا نوض وكنكتبوا في الجرائد وكنطبلوا وكنغيطوا باش توصل الاخبار للديوان الملكي باش يمكن سيدنا يشوف من حالة هذا الفنان؟ جهات عندنا مشاير جهة، عندك شيبة والرياضة وعندك وزارة الثقافة وعندك رئاسة الحكومة وعندك الصناديق المتعددة وعندك المستثمرين وعندك يعني إمكان. ما معنى أنه هاي لو هذه التعاضدية عندها ميزانية اللي تغطي المصارف ديال هاد الناس؟ انا شخصيا يعني يمكن الناس ما كيعرفوهاش، عملت عمليه على القلب مفتوح، سوات لي 14 مليون. والاولى التعاضديه ما كانش يمكن نديرها، وتحد مسق لي الخبر لانه على الاقل جبرت في جنبي التعاضديه. ولكن هاد التعاضديه راه بعض المرات كيدوز عام ما عندهاش باش تخلص، ما عند هذوك الملفات ديال الدواء وديال الطبيب وديال هذا ما عندهاش باش ترومبورس، عباد الله حيت ما عندها فلوس. كنتحملوها احنا اولا، يعني كان يمكن ما نختاروش هذا الميدان من الاصل، كان يمكن نديروا شي حاجه اخرى اللي مضمونه. ولكن مثلا احنا اللي بدينا كان عندنا امل على انه الاشياء غادي تتغير وغادي تطور، وكان عندنا امل على انه غادي نبنيو مستقبل ماشي غير لينا، حتى لولادنا والاجيال القادمه. لكن كنلقاو روسنا فنينا عمر، انا عندي 80 سنه تقريبا دابا، فنينا عمر وحنا في هذا الميدان، وفي اخر الامر كتلقى راسك ما عندك لا قدامك ولا من مورك. يعني لولا وليداتك اللي كبرتيهم وقريتيهم واستطعتي انك توصلهم، واللي كامل ما كتحتاجش توقف عليهم لانهم ديما كاينين، كتقول الله. كنخمم في شي حد بحال سي محمد الخلفي مثلا وكيتقطع ليا قلبي. إنسان عازب في السن ديال سي محمد الخلفي، مليوح في هذاك الكومبينغ ديال دار بوعزة، ساكن في كارافان، يعني ماشي حرام. كنقولوا هذا الشيء خاصو نظام، هذه 20 عام وحنا كنقولوا خاصو نظام. يعني إمتى غادي يتنظم قانون الفنان؟ هذه 5 سنين باش صادق عليه، فين هما الظاهر التطبيقيه ديالو؟ فين هما المراسم التطبيقيه ديالو؟ يعني ما كنفهم على اننا ما كاينينش غير حنا كمشكل في هذه البلاد، كنفهم على انه كاينه يمكن مواضيع اكثر اهميه منا، موضوع الصحة، موضوع التعليم، موضوع العدالة، مواضيع كثيرة اللي يمكن تكون كتشغل بال الحكومة أكثر منا، موضوع الفلاحة، موضوع الماء، موضوع السقي، موضوع إلى آخره. ولكن كنظن على أننا احنا واجهة من الواجهات ديال المغرب، يعني من اللي كيخرج فيلم مغربي للخارج وكيدي جوائز ومهرجانات راه كيكون اكبر سفير ديال المغرب وديال الثقافه المغربيه، واللي ما تصرف عليه والو، اللي كيجيب سمعه طيبه للمغرب من والو. امتى بغاو يشوفوا هاد الناس في هاد الميدان؟ امتى بغا غادي يبغيو ينظموه، يقننوه، يديروا له يدير يعني يريشوه فيه غير يبحثوا شنو هما المشاكل ديالو؟ عندنا وزارة الثقافة ما كنفهمش لها الصالحة، ما كنفهمش لها الصالحة وزارة الثقافة، والله ما كنفهم لها الصالحة. يعني واش وزارة الثقافة هي تنظم معرض الكتاب سنويا، أو لا تعطي الفلوس لبعض الفرق المسرحية، أو ما فهمتش. إلا كتهتم بالأعمال وهتم بهذوك اللي كيديروا هذوك الأعمال، يعني اللي هما الأساس، دوك اللي غادي يديروا الجوالات واللي غادي يديروا الافلام واللي غادي يديروا المسرحيات، تهتم بهذوك الناس هما الاولين وضعيتهم. قد ما كان بنادم غادي يكون مرتاح قد ما غادي يكون كيعطي اكثر. شنو قدم البرلمان من نهار كان حتى لدابا؟ تكون
تكون فاطمة خير ولا يكونوا 300 فاطمة خير في البرلمان، شنو النتيجة؟ نشوفوا مثلا العدد ديال المقترحات القوانين اللي كتحط الحكومة واللي كيحطوا الأعضاء البرلمان في السنة، شحال ديال القوانين؟ 99% من القوانين اللي كتطبق هي كتجيبها الحكومة، ما كيجيبهاش البرلمان. إذن لا صالح هذاك البرلماني أصلا باش يحاسب الحكومة نهار اثنين. كنتمنى من الله تبقى المساندة ديالكم للفن والفنانين دائمة ومتواصلة، ونبغيكم تعرفوا بأن لولاكم رحنا لا شيء، احنا بوجودكم باش احنا كاينين، والله يدومكم علينا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.